الصقور الأخضر الأولمبي تحلق في سماء تايلاند، تهزم المستضيف بين أنصاره وتقطع خطوة جديدة في طريق البحث عن موقع في أولمبياد طوكيو وتحقيق لقب القارة 2020. استطاع الأخضر تحت 23 عاماً أن يتأهل للدور نصف النهائي من كأس آسيا بالفوز بهدف وحيد على نظيره التايلاندي. جاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة من كلا الطرفين. بدأها التايلاندي بكرة في العارضة ليتبادل بعدها المنتخبان الهجمات الخطيرة دون هز للشباك. نجم الأخضر عبدالله الحمدان أهدر العديد من الفرص في شوط المباراة الأول، وتوالت الفرص الخضراء حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط، واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل مع بداية الشوط الثاني ليتحصل الأخضر على ركلة جزاء في الدقيقة 77 أحرزها الحمدان هدفا سعوديا ثمينا في الشباك التايلندية. انتهت به المباراة والصافرة العمانية تعلن تأهل الصقور للدور قبل النهائي من البطولة القارية واقتراب الأخضر الأولمبي من تحقيق طموحات الجماهير السعودية، عين على الأولمبياد العالمي وأخرى لتحقيق اللقب القاري.